وانقض الأسد على فريسته في مباراة ليست للنسيان بالمرة. الحمد لله، on est très content de cette victoire. C'est un match difficile avec le vent, comme on a pu le voir. Ah, le plus important, c'est que les trois points. Là, on va se reposer, Inch'Allah, et on va curer le match chez nous, Inch'Allah, et on va essayer de le regagner aussi, Inch'Allah. Aujourd'hui, on était très motivés, on a mis beaucoup de, on va dire, beaucoup de motivation. Alhamdoulilah, comme je l'ai dit à vos collègues, aujourd'hui, le plus important, c'est qu'on ait pris les trois points. Et maintenant, on attend le match retour avec impatience. يعجز اللسان عن وصف الأجواء بعد نهاية المباراة. كاميرا رياضية انفردت بنقل احتفالات اللاعبين بمستودع الملابس، احتفالات لم تلغي من الحسابات مباراة الجولة الرابعة بمدينة مراكش. بأن الفريق الوطني سلق هذه الأجواء لأن هي الأجواء الصحيحة باش يمشي للأمام ويرجع لمكانته. الآن نساو هذا الماتش، فكروا في مراكش، وإن شاء الله غيكون هذا هي الانطلاقة الحقيقية للفريق الوطني. غادر المنتخب الوطني العاصمة برايا على متن رحلة خاصة وعينه على مباراة العبور إلى كأس أمم إفريقيا بالغابون لنفتح معها صفحة جديدة في سمر إفريقيا.